معكم شيماء الصبار، تلميذة بمدينة فاس، ثانوية تأهيلية بن سودة، مؤسسة عمومية. الحمد لله حصلت على معدل كمويان جينيرال 19.26 وكمعدل في الامتحان الوطني 19.36. خدمت العام كامل وكنت ديما تندعي الله انني ان شاء الله نجيب نقطه مزيانه ونشرف والديا. كنت تقريبا وقيله كندعي اكثر ما كنحفظ وهذا، والحمد لله ربي ما خيبنيش. توجد الباك كان من الولد العام، ضروري خصك توجد من الاول العام، ماشي ضروري ماشي حتى دوز الدوره الاولى ولا شويه من الدوره الثانيه عاد تبدا تبريباري ولا شي حاجه، لا ضروري خصك تبدا في الاول ودير بحال ان بلان دو ترافاي تتوجد فيه وتتقول ها شنو خاصني ندير، هاد النتيجه هذه اللي بغيت نوصل ليها هي، وشنو خاصني ندير باش نوصل لهاد النتيجه. ما كاين حتى شي وصفه سحريه، كاين غير الحمد لله خصك تكون عندك اراده وتكون تايق في راسك وتايق في الله اولا وتايق في المجهودات ديالك، وتكون يعني عندك واحد الرغبه وباغي توصل لشي حاجه. صراحه انا دابا مازال حايره ما بين بزاف ديال لي زيكول، وكنتمنى ان شاء الله نتقبل ان شاء الله في كل شيء، ومن بعد تيبقى داك الاختيار ان شاء الله فين ما بغيتي تمشي راك تمشي. اللي في الدوره الاستدراكيه تنقول لهم عمركم تيأسوا، دائما اليقين في الله سبحانه وتعالى، ودائما اليقين انكم ان شاء الله غادي تجيبوا وغتنجحوا في الباك ضروري. السيده ديال ثانويه بن سودة ولا الاطر الاداريه كامل كنقول لهم شكرا بزاف على هذا الشيء اللي داروا معايا، والحمد لله كانوا واقفين معايا في كل شيء والله العظيم. اولا احمد الله كثيرا على هذا التفوق ديال بنتي، واسال الله سبحانه وتعالى هذا التفوق وهذا التميز يكون لجميع الوليدات. نبغي كل شيء يكون فرحان، فرحه ما يمكنش تعبر سبحان الله. النهار اللي كنبحثوا على النتائج هي ما قدرتش تشوف، قالت لي ماما شوفي انا شفت ديك المعدل سبحان الله. ما كنقول لهم انا ما عرفش اين عباره غنحمد بها الله سبحانه وتعالى. شيماء متعوده انها ما كتخليش الدروس يتراكموا عليها، دائما اي درس كتكتبوا في المدرسه وبتوجيهات الاساتذه كتجي الدار كتحفظوا وكتعاود تركزوا وتثبتوا. من المواظبات في المراجعه وفي هذا، ما كتخليش الدروس يتراكموا عليها ابدا. المدرسه العموميه احنا شرف ان وليداتنا كيقراوا في المدرسه العموميه، وحنا نيت اطور في المدارس العموميه، وكيبقى الانسان الخدمه بالضمير، ان الانسان يخدم بالضمير وخوفا من الله سبحانه وتعالى راه كيوصل وكيوصل الناس معاه. اشتغل كذلك في سلك التدريس. الخبر ديال التفوق ديال هذا التميز تلقيته يمكن ان اقول صدفه، ويمكن ان اقول انه تلقيته كان متوقعا، كنت انتظر هذا التفوق ولعدة أسباب، لأنني أنا أعرف جيدا ابنتي وأعرف المجهودات التي كانت تبذلها طوال السنة الدراسية وخلال المسار الدراسي بأكمله. ما يتعلق بالتوجيه، فالتوجيه يبقى من اختيارها هي بنفسها، لأن لا يمكن أن أفرض عليها اتجاها هي لا ترغب فيه، لأن النجاح يرتبط كذلك بالاختيار. كنعيشوا هذا اليوم الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورة يوليو 2019. الحمد لله النتائج كانت حسنة جدا، أكثر من 68% من الناجحين أغلبهم بنات، على أساس أن التفوق مهم للبنات على الذكور. التفوق كذلك على مستوى الجودة، على أساس أن 50% من النجاح كان بميزة، ميزات حسن جدا تعدات 8%، ميزات حسن تعدات 13%، وبالتالي هناك يعني كم ونوع. كنتمناو النجاح لجميع الناجحين في البكالوريا، وهذه فرصه باش نهنيوهم ونهنيو الاسر ديالهم بالنجاح، وكذلك هي فرصه باش نتمناو المستدركين اللي هما كيفوقوا 30% نتمناو لهم فرصه طيبه للتوفق في قضاء يعني الامتحان في ظروف حسنة والنجاح إن شاء الله.